السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أوس إبراهيم من مدارس النصر الحديثة الصف الثامن الأساسي باء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف منير من مدارس النصر الحديثة الصف الأساسي باء. سنتعلم اليوم طريقة تنصيف الزوايا من جبين باستخدام الأدوات الهندسية. سنحتاج في هذا التنصيف إلى 1 أدوات هندسية، 2 ألوان، 3 قلم. أولا افتح الفرجار فتحة مناسبة، ثم ثبت رأس الفرجار عند رأس الزاوية وارسم قوسا يقطع ضلعي الزاوية في النقطتين ألف وباء. ثانيا افتح الفرجار فتحة مناسبة، ثم ثبت رأس الفرجار عند النقطة ألف وارسم قوسا داخل الزاوية، وباستخدام فتحة الفرجار نفسها ثبت رأس الفرجار عند النقطة باء وارسم قوسا يقطع الأول في نقطة ولتكن ها. ثالثا ارسم خطا يصل النقطة ها برأس الزاوية س. تأكد استخدام المنقلة أن قياس الزاوية تعادل نصف الزاوية الأصلية، ثم كرر نفس الشيء عند باقي الزوايا. وأخيرا لون المساحات الناتجة حتى تحصل على تصميم كامل. وأخيرا هذا الشكل النهائي الناتج عن تنصيف زوايا النجمة وتلوينها.